رامي، من باب التسلية بتقرأ أبراج أو لا؟ يعني شخصيات شوي بتلفتني أوقات، بعرف شخصية الشخص هيك أو برجه بتزبط معي أوقات. أنت فيك إيه من وصفات برج الأسد؟ يعني ما بعرف، بس بحس إنه بحب القيادة. سريع الغضب أو لا؟ وسريع التسامح؟ سريع التسامح، سريع الغضب حسب نوع الغضب. في أوقات إشياء بتعالجيها بالحكمة.